بكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم، صباح التيسير، صباح التفاؤل لكل المتابعين الأوفياء في المكان. نقول لكم صباح النور، وإن شاء الله تكونوا دائما في أحسن الأحوال. وبطبيعة الحال دائما كما عودناكم كل صباحة كنحاول قدر الإمكان أن نقربكم من الأجواء بمختلف المناطق الشعبية، خاصة المناطق اللي كتعرف واحد الحركية واحد الرواج منقطع النظير. لكن مع نهاية الأسبوع دائما الأجواء تكون هادية، والأجواء تكون بطبيعة الحال يطبعها السكون والهدوء كما كتشوفوا معنا، فهدوء تام بكل الأحياء الشعبية وكل المناطق الشعبية في عاصمة زوز مدينة أكادير. وكما كتشوفوا هذا المشاهد التي صوت الصورة تطلع لكم صورة المدينة مع نهاية الأسبوع. اليوم يوم عطلة، أغلبية ديال الناس ما كيستيقظوش باكرا، أغلبية ديال الناس باقي ناس كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر. اللهم يعني بعض الناس اللي كيخرجوا في الصباح الباكر بحثنا عن لقمه العيش الحلال، ومن اجل التوجه العام ديالهم خاصه الناس اللي يشتغلوا في المهن غير مهيكله بطبيعه الحال، وفي المهن اللي تكون مهن الناس ديال ايضا الوظيفه وايضا القطاع الخاص، والاغلبيه ديالهم في عطله نهايه الاسبوع. ومن الجميع يوم سعيد ان شاء الله، ودائما تكونوا في احسن الاحوال. فطبعا انتم كتشوفوا معنا هي الصباحيه هنا في عاصمه الزوز مدينه اكادير. فنحيي جميع الناس اينما كانوا بارد وجو ضبابي بامتياز يعم كل أرجاء المدينة في هذه الصبيحة. هي صبيحة يوم الأحد، وبنتم الجميع قضاء نهاية الأسبوع موفق إن شاء الله معنا خلال المباشر. وسكون يعم أرجاء المدينة في هذه الصبيحة، فتحية صباحية عطرة نزف لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا، سواء داخل المغرب وخارج المغرب. نقول لكم صباح التيسير، صباح الأمل، صباح التفاؤل. ودائما كنقول للجميع الله يسعد الصباح يا رب. فأنتم كما كتشوفوا هذه هي الحالة العامة هنا في أكادير في هذه الصباحة، حركية ضئيلة وقليلة جدا في شوارع المدينة نظرا لكم كما قلت نهاية الأسبوع. كتعرف المدينة واحد الركود على المستوى الصباحي، فأنتم كتشوفوا معنا الأجواء العامة هنا في عاصمة زوز وبالضبط من منطقة تلاتيس. للجميع قضاء أوقات ممتعة معنا دائما عبر قناتكم المفضلة، قناة الشعب بامتياز، قناة شوف تيفي. فكما كتشوفوا معنا غادي نحاولوا نقربكم من الأحياء الشعبية، ونقربكم مجموعة من المناطق بطبيعة الحال. دائما عيونكم في كل المناطق، عيونكم في كل المدن المغربية، وأيضا الناس ديال الجالية المغربية المقيمة بديار المعشر. كنتمنى للجميع تيسير إن شاء الله، وكنتمنى لكم عودة ميمونة إن شاء الله لأرض عفوا لأرض الوطن. فأنتم نشاركوا معكم هذه الفسحة الصباحية. فكنتمنى أيضا الناس يتفاعلوا معنا من خلال التعاليق، كل واحد يقول لنا كيفاش داير الأجواء ربما في المنطقة اللي هو كيتابعنا فيها. كل واحد يشارك معنا الأجواء الصباحية
في المناطق اللي نتوما كتبعونا فيها، المناطق اللي كتكونوا فيها، واش نتوما عندكم نفس الاجواء كيف كاينه في مدينه اكادير؟ بطبيعه الحال كما كنشوفوا هدوء وسكون يعم كل ارجاء المدينه في هذه الصبيحه الرائعه، في هذه الصبيحه الجميله. وانتم الاجمل وانتم الاروع بطبيعه الحال متابعينا الاوفياء في كل مكان. على عين تحيه للجميع، وكنقول لكم صباح التيسير، صباح الامل، صباح التفاؤل. ان شاء الله يا رب تكونوا دائما في احسن الاحوال. فالاخ مفتين صباح النور اخي الكريم، تحيه لك، التفاعل ديالك، شكرا على الابتسامات ديالك، وايضا على المواكبه ديالك لقناه الشعب كنحييكم، وكنتمنى لي الجميع صباح سعيد ان شاء الله يا رب. لازلنا مواصلين معكم احبتنا في كل مكان، هذه الفرصه الصباحيه وهذه الجوله الصباحيه عبر شوارع مدينه اكادير بطبيعه الحال، من اجل ان نقربكم اكثر من اوضاع المدينه، وايضا من اجواء داخل شوارع وازقه ودروب المدينه في هذه الصبيحه اللي هي صبيحه يوم الاحد. كما كتشوفوا كما كيقولوا حد المدينة حد المدينة، ربما هذه المقوله تنطبق على الحركيه داخل المدينه في هذه الصبيحه، حركيه قليله جدا وشبه ركود شوارع المدينه في هذه اللحظات. بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر الصباحي، فتحيه لكل اوفياء قناه الشعب في المكان، وكنقول لكم صباح التيسير ان شاء الله يا رب، وتكونوا في احسن الاحوال باذن الله تعالى وبركاته. شوفوا معنا الاجواء الصباحيه داخل المدينة وهذا الصبيحة، ولله الحمد أجواء رائعة جدا، أجواء جميلة جدا هنا من قلب العاصمة السوسية أكادير.
قلب عاصمة سوس مدينة أكادير لإطار الجولة الصباحية عبر شوارع المدينة. طبعا حابين كتبوا معنا أجواء مميزة وأجواء جميلة جدا تعم المدينة في هذه الصباحة اليوم الأحد، والجميع صباح سعيد.